الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات الأخوات والإخوة، اليوم مش نتحدث في زوز مواضيع يتداول فيها الرأي العام، وتفاعلت معها شخصيا لأنها خطيرة شوية بالنسبة للمناخ العام متاع البلاد. احنا بلادنا خرجت من مرحلة صعيبة ياسر سياسية، وقاعدة تتطلع باش قاعدة تحاول باش ترجع الأمور إلى نصابها، باش المواطن التونسي يحس بحاجتين اللي هو يعتبر نفسه أنه فقدهم نوعا ما، هي الطمأنينة على مستقبل البلاد والاستقرار. معناها البلاد تستقر، فما أجهزة اللي ماخذة بزمام الأمور ومأطرة الشعب التونسي وتعطيه وعندها رؤية مستقبلية في السنوات القليلة القادمة وحتى على المتوسط المدى وحتى من بعد. والاستقرار، وفي الحقيقة المواطن التونسي ولا يطالب بهذا قبل لقمة العيش، لأنه يعتبر أنه لقمة العيش ما تنجمش تدوم مادام ما فماش استقرار وما فماش طمأنينة، وهذا هاجس في الحقيقة يعيشوه كل الشعوب بعد هزة سياسية مثل ما حصل في تونس يوم 14 شافي وما خلف 14 شافي من إفرازات الناس كل تقول عليها والناس كل تحلل فيها والناس كل تعطي في رأيها، فما الصحيح وفما المصحيح وفما اللي يعني مؤطر وفما الغير مؤطر وفما المنظم وفما الغير المنظم. وقلت في عديد من الحلقات أنه المواطن التونسي تشتت الآراء قدامه وتخبلت في مخه وفي ذهنه الوضع، ما فماش أكل الأريحية، ما فماش أكل الطمأنينة اللي نحبها، في حين أنه اللي ساهرين على البلاد قاعدين ساهرين بكل حزم باش يحاولوا يعطيوا حلول للمواطن التونسي. وقلت في الحصة السابقة أنه نقطة الضعف متاع الوضع الحالي في تونس هو أنه طلبات المواطن في ظل الحرية اللي هي مهمة جدا وكسب كبير لابد نقوله بكل اعتزاز، أننا دخلنا في بودقة الدول التي انخرطت مثل ما انخرطت في العولمة الاقتصادية من قبل، انخرطت اليوم في مسار ديمقراطي ولابد باش نبنيو عليه الأجيال القادمة. لكن هذا عنده ثمن، عنده مرحلة متاع هزات، وبالتالي هالإفرازات هذه اللي عندها ألوان عديدة ولدت هالعدم الاطمئنينة، وفي الحقيقة في تقديري مبالغ فيها شوية، لأنه ما فماش كون يخاطب أك المواطن باش يوصل له الرسالة وباش يقول له وين احنا ماشيين وشنو المرحلة القادمة. هذا نقص في الحقيقة لابد أن يقال، وخلينا هالفضاء هذا متاع التوعية ومتاع الاتصال المباشر أخذته وسائل الإعلام، إعلاميين كلهم ما نشكوش في نزاهتهم ما نشكوش في إخلاصهم، لكن الأعلام يحاول باش يقوم بهالدور هذا متاع الاتصال بين القوى السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والشعب التونسي، قد ينجح في بعض الأحيان وقد لا ينجح في أحيان أخرى، أو بالعكس يولد ردود فعل معاكسة. وهذا ما شاهدناه، هذا من زوز المواضيع اللي حبيت نجبدهم اليوم.
اللي هز في خاطري في الحقيقة هو الصورة التي أصبح عليها الطبيب التونسي. الطب هو عنصر أساسي، والعمل الطبي مش طب برك في المستشفيات وفي القطاع الخاص وفي القطاع العام، الطبيب والمهندس الصحي والفرملي واللي ينظف السبيطار بكلهم هذم الإطارات الصحية أصبحوا محل، وخاصة الأطباء أصبحوا محل اختلاف ونظرة هكا كأني متاع تشفي في عنصر فاعل وهام جدا في المجتمع التونسي. لأن المجتمع إذا كان ما يكونش في صحة جيدة يصبح مجتمع مشلول، مجتمع مريض. وربي خلق الداء وخلق الدواء، والدواء في يد الأطباء، بحيث الطبيب دوره مش يعالج فقط، دوره اجتماعي، دوره توعوي، دوره خاصة هام جدا في المحافظة على مجتمع سليم. هكا قرينا احنا الطب وقت نحلفوا، وقت ناخذوا الإجازة متاع الدكتوراه نحلفوا أولا باش نخدموا، باش نكونوا في خدمة المجتمع، وباش نكونوا في خدمة المريض. وراه حبيت نعرج على حوايج اللي ربما المواطن التونسي ما يعرفهاش. الأخلاقيات الطبية، شو هو دور الطبيب؟ أولا ساعة الطبيب راه ما يعالجش بمقابل، هذا باش نبدأ واضحين. ما ولا فما فيزيتا وعشر ألاف وعشرين ألف وأربعين ألف ولا حتى مليون ولا زوز ملايين عملية، هذيك جابتها شركات التأمين اللي هي مش ترجع. إذا ما تعرفك الخدمات الصحية بقداش مش هي تعرف أنا نأمن، لا قدر الله تجيني مرض ما نجمش أنا نقوم بعلاجه لأنه إمكانيات متواضعة، نأمن كل شر نخلص تأمينات. وقت اللي تاقع يزم نعمل عملية هكا، شركة التأمين اللي أنا سبقت لها فلوس هي تتكفل بالمصاريف. هذا فلسفة التأمين الاجتماعي. لكن الخدمات الصحية ما فيهاش مقابل، الطبيب ينجم يقرر يعالج وما ياخذ حتى مليم. وموجودة في السيرمون دي بوكرات، موجودة قليل ما تخوش عليه، ولا مريض هكا. هذيك حرية الطبيب، بحيث التعريفة ما جات إلا وقت اللي شركات التأمين تخلقت. هذه حاجة أولى. حاجة ثانية أنه المريض له الحق في اختيار الطبيب. يقول لك أنا نحب نمشي للطبيب هذاك وما نمشيش للطبيب هذاك، حرية اختيار الطبيب. حاجة ثالثة، هذه قواعد أساسية. حاجة ثالثة أنه كما قلت ما فماش مقابل، اللي 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 مش يتعالج هو يقدر، في المفهوم هو يقدر الثمن اللي مش يعطيه للطبيب. هذه في الأساس يسميهم دي زونوغير. أنا مش تعريفة. في المقابل الطبيب لابد يوفر كل ظروف العلاج، لكنه ما هوش مطالب بالشفاء. هذه زادة نقطة هامة جدا لازمكم تعرفوها، أنه الطبيب يعالج، صحيح يعالج ويعطي الدواء، لكن احنا نقولوا العلاج عند الطبيب والشفاء عند ربي. راهو الطبيب عمره ما كان يحتم عليه باش يشفي المريض، لأنه فما تضعف، فما مضاعفات أخرى، عنده حتمية الإمكانيات، لازم يكون عنده إمكانيات باش يمنع وباش يداوي وباش يعمل، أما عندوش حتمية النتيجة. ثم الفلسفة والأخيرا أنه الطبيب وقت اللي في القطاع الخاص، هذا خاصة في القطاع الخاص، في القطاع العمومي فما مستشفيات وفما مسؤولية. المسؤولية تختلف، فما مسؤولية جزائية كيف واحد
يعمل يخطأ في عملية معينة، والمريض مع الأسف يتوفى مثلا أو تحصل له ضرر نهائي، فهو يعاقب على ذلك جزائيا، مش بالتعمد، للقتل غير المتعمد إذا كان فما وفاة. لكن في مستشفى فما مسؤولية مدنية، responsabilité de service civil. هذيك المؤسسة الصحية هي اللي تقوم بالخدمات، لكن الأطباء اللي في وسطك، الأطباء والانترن والريزيدان وكل هذو كما عندهم من responsabilité de service. رئيس القسم هو مسؤول مدنيا على كل ما يتم في القسم متاعه، أما جزائيا راهو يزمك تثبت، مش حاجة معناها تجي تحط طبيب تجي تحطه بالحبس وانت ما تعرفش عليه شنو اللي منين تعرف. انا نحكي لكم، نتذكر في اوائل الثمانينات كنت في وزارة الصحة، يعني مشينا من النقيض الى النقيض احنا باسم القانون. او نعطيكم، انا عندي صديق حميم الله يرحمه من حلق الوقت، عنده مرته ما جابتش اولاد، بعد 15 سنة ربي ناب عليه ببنية. البنية جات تولدت عندها، تخلقت ببعض الأمراض وراثية، كلوة واحدة وعندها مشاكل أخرى، ومشيت عمرها 16 مشى للمستشفى الأطفال، والطبيب وقت اللي شافها مش حب يعمل تصويرة استعجالية، يوروغرافيا انترافينوز متذكر وقتها، ومشى يعمل تصويرة الفرملي اللي كان موجود، مع ماضي ساعتين تعليل هكا اشتبهت عليه عنده الدبابز اللي مش يعمل بيهم الراديو سيليكتان مثلا، مش يصور بيه، مش يصور الأشعة، غلط في الدبوز الباب ساك قدناك في بخط، يحط لها الراديو سيليكتان مش يعمل الأشعة مش يصور الكلوة متاعها، حط الويل دو بارافين، نفس الدبوز نفس هكا عمل لها هكا، ما فاقش عمل لها كزرق مش توفى. بنت 6 شهور جات بعد 15 سنة، الأم والبو شهبلوا على بنتهم اللي توفت خطأ. نتذكر وقتها جاوني قالوا لي راهو احنا نحبوا نعاقبوا هالمستشفى هذا ونعاقبوا الطبيب. بالطبع الطبيب وقتها ما الطبيب هو المسؤول في الحراسة وقتها، لكن مش هو اللي عمل، لكن اعتبرت انه المسؤول هو الريزيدان هذاك. وقت اللي علاش هما جاوا يتشكاوا لوزارة الصحة في ذلك الوقت، لأنهم شافوا اللي بنتهم ماتت ويعلم وما ينجموش يخلفوا، وكارثة كبيرة، والقرار متاع وزارة الصحة هو توبيخ للعهد الطبي. معناها اعتبرت لي شيء مش معقول، لابد أن يكون هنالك عقاب. وعاقبنا الأطباء وعاقبنا، لكن العقاب شو مش يقول، هو العقاب نوعين، احنا ما نحبوش نحط الناس في الحبس. العقاب هو باش اولا العملية كما هكا ما عادش تتكرر، وهذيك الهدف من العقاب. الهدف مش تحط الناس في الحبس، هدف انه يجب تاخذ التدابير باش شيء كما هكا ما عادش يتعاود. ثم الحاجة الثانية، ثم تعويض مالي، تعويض اجتماعي، تعويض كذا، لكن الناس اللي فقدت أغلى ما عندها. واعتبرت في ذلك الوقت أنه، واكتشفت أنه المسؤول على لجنة الكونديسيون ديسيبلين إداري مش حتى طبيب. وعلاش؟ لأنه في أخلاقيات المهنة الطبية ما ينجم يعاقب طبيب إلا طبيب، ينجمش يعاقبه راهو إدارة تونسية ولا وزير الصحة ولا الإدارة. لا، في أخلاقيات الطب إذا كان فما خطأ
وإذا كان فما خلل يعاقب هذه في المهنة، يعاقب من طرف يعني أكبر الناس منه، وهي عمادة الأطباء. عمادة الأطباء هي هو الهيكل الوحيد الذي ينجم يقر لأنهم فنيين وأنهم خبراء ولأنهم عندهم الأخلاقيات الطبية ويعرفوا القانون، هم اللي يقولوا هذا الطبيب هذا يخطأ ولا ما اخطأش، بحيث لا وزير الصحة ينجم يقولها ولا الإدارة تنجم تقولها ولا المحكمة، لكن المحكمة تستشير خبراء. وقت اللي تقع فما قضية فما خبراء ويقع استدعاء، فالعقاب جزائي صحيح قانوني، فما في الكود بينال موجود في المجلة الجزائية، وفما مسؤولية مدنية ريسبونسابيلتي دو سيرفيس، لأنه زمان هذا الكل باش ما تتكررش. والعقاب الطبي يتم عن طريق الأطباء، بحيث كان صعيب اولا باش تربط ما بين الا في حالات نادره واضحه. انت الانسان ينجم يتبنج وربي يهز متاعه في البنج، وين الخطا الطبي هنا؟ الانسان ينجم يمشي يسوق السياره ويطيح كريس كاردياك، وين الخطا في السياره؟ هل يندر الغلطة من السيارة اللي سوقها ولا من الفروج ولا اللي زمر عليه؟ وقت حاجات كيما هكا بالطبع مش نحاول باش ندافع على ما بالطبع، فما أخلاقيات وفما ظروف عمل وفما إمكانيات إذا ما تتوفر باش كل شيء يمشوا. علاش أنتم أصعب القضايا تاع الطب؟ احنا حابين نمشيو كيما شو نقولوا كأننا أمريكان في أمريكا، لأنه الإمكانيات متوفرة، الخطأ ما ينجمش يكون. وشركات التأمين كانوا اللي يعرفوا أمريكا، في كل مستشفى وفي كل عيادات خاصة موجودة ومساحات خاصة تلقى بحذاهم شركات التأمين، باش كان فما خطأ يمشيوا لك شركات التأمين باش تقوم بالتعويض أو بتقوم به إجراء القضايا ضد الطبيب أو ضد المستشفى. احنا مناش، احنا وين من هذا؟ احنا مناش في هذا. احنا وقت بنية حطوها في الحبس وبعد خرجوها، الطبيبة كل مرة جبت عليها نتاع الستانت وطلعت خطاها نحاوها أقالوها من رئيس قسم نتاع سهلول نتاع جراحة القلب إلى غيره، فما يعني فما تصرفات أقل ما يقال فيها أنها لا ما عندهاش حتى صلة بالأخلاقيات الطبية وبأخلاقيات المهنة. إذا ما نعرفوا شنو دور الطبيب، وإذا كان مش ندخلوا في البوتقة نتاع نسبوا الطب ونسبوا المهندسين ونسبوا الفارماسيين ونسبوا المعلمين، ما عادش فما مجتمع، ما عادش فما أخلاق. الأخطاء تقع ونتألموا ونتاقع الأخطاء، الأخطاء كانت موجودة وما هيش مش تاقف الأخطاء. أنا واحد منهم، عن يعني تعدات علي أخطاء، والدي الله يرحمه توفى بخطأ طبي، لكن ما تنجمش تقول الطبيب هو السبب. الخطأ أنه كنا نجم نعمله غير من هكا، لكن ايه المتفرج فارس، أنا بيدي هاني طبيب وتألمت من الجراح في ذلك الوقت، وبعد قلت كلام فارغ. احنا نقوله عمره حضر، احنا في ديننا بالعكس وقت اللي يموت إنسان نقوله الحمد لله اللي مات مسلم واللي مات صحيح. الموت راهو حاجة رهيبة جدا ومفقودة، وكي يفقد إنسان يدخله مش يعمل قداش من واحد تدخل مش يعمل المسرانة الزايدة وخرج وتوفي، بحيث هذه أمور مش نقلل ولا مش نغطي على الأخطاء اللي قد تحصل، لكن إذا كان مش نهاجم القطاع الطبي بهالشراسة هذه وبهالطريقة هذه، راه ما يخدمش المجتمع، ما يخدمش أولا الأطباء عندهم يضحيوا. حكيت لكم على الظروف اللي يخدموا فيها في المستشفيات وكذلك في العيادات الخاصة. ثم ونختم بهذه، الطب راه هو موش علم صحيح، يكذب عليك اللي يقول لك، موش واحد
مقابل واحد يساوي اثنين. راهو الطب راهو تشخيص وامكانيات باش نحطوهم لفايده التشخيص، وامكانيات وادويه نحطوهم لفايده الداء لفتك باش يداويك الداء هذاك. لكن راهو الشفاء كل انسان كيفاش يجاوب. فما واحد تبدا عنده غريب يمرض بغريب ما ياخذ حتى دواء، يمرض يقعد يرقد 3 أيام 4 أيام 5 أيام وتمشي على روح، وذاك احسن حل. اذا كان مش ننصح العباد قلت لجيهم غريب ما يعملوا حتى شيء، ياخذوا طرف قارص يشربوا طرف ماء ويتدفاوا حتى انت تعدى، خاطر ما فيهاش دواء. وعديد من الامراض الاخرى، بنيموني نفس الشيء، زايد اخذ غادي وعرق شرتله واحد خلي تاو. احنا بدلنا ينجم يقاوم على نفسه، لو قبل جدودنا كانوا هكاك وقت اللي ما كانتش فما الخدمات الطبيه. وقلت لكم ونعاود نقولها لكم، راهو قد ما نكثروا من مساعات من 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 الاطباء ومن الخدمات الصحيه، قد ما نكثروا من المرضى. لو المرضى عنده برشا يعني اوجه. اما المرض الصحيح الطبيب راهو في النهار يشوف 30 مريض، فك 30 مريض فهم 29 ما همش مرضى صحاح، يلقى واحد مريض يستدعى باش العلاج والتدخل والتشخيص. لكن توا مع الاسف يقول له كح، يقول له برمشي يعمل سكانير، برمشي يعمل كذا، وهذيك تكلفه. هذاك اللي حكيته في 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 حلقات سابقه، الطبيب ما عادش عنده الامكانيه، مش عنده حتى الوقت باش يفحص المريض. هذا خطا. هذا مريض يدخل للطبيب لازم ينزع له دبشه ويقيس الدم ويقيس كذا ويشوف عينيه ويشوف قرجومته، ولو يدخل له على طرف اكزيما في ساقه، لانه اكزيما وقت يخرج الدماله هذيك في ساقه ما فماش داعي باش انسان تطلع له الدماله راه. فما سبب، ينجم يكون وراها ديابات سكر، ينجم يكون على الحساسيه، تنجم على برشا حاجات. وهذا لازم فحص كامل، لازم فحص كامل. توا الاليات والسرعه والتلاقى ولات في بقعه الطبيب ياخذ من وقته باش يفحص، وفما العديد من الاطباء مازالوا يفحصوا في الحقيقه. لكن فما خلينا ما يقول لك انا تو نعمل تصويره منه ونعمل علاج ويقع. هذا مش نفتح القوس ونغلقه، أنه ما شاهدته أخيرا في يتداول في وسائل الإعلام كهجوم شرس على الأطباء ورجال الصحة العمومية الصيادلة والأطباء والكل، راهو شيء ما يشرفناش، ماش حاجة من أخلاقياتنا كمجتمع. لأن الطبيب عنصر أساسي بالنسبة لصحة المجتمع. لكن هذا ذكرته على الأطباء حماس، لأنه كنا في المنظمات وكنا جمعية الأطباء التونسيين، كنا نحكيه هذا كله، كنا عايشين في السبعينات والثمانينات والتسعينات. فبالتالي اليوم لأنه ربما الأعلام حر أكثر شوية، فما هكا كلام، فما إمكانية للاتصال بوسائل الأعلام أسهل من قبل بكثير. لكن فما الغث وفما السمين، تولد عليه هذا اللي قلت، ولدت عليه يعني شعور. أنا الناس اللي تدخل في هيكل منظم كما الأطباء الصيادلة المحامين المهندسين الفلاحين المستجية الرجال الجمارك، تدخل في هيكل تدخل فيها كاكا وانت ما تعرفش قوانين اللعبة. امشي اقرا شو يقول الكود ديونتولوجي، امشي اقرا شنو هو الطبيب، امشي اقرا شنو هو اخلاقياته وشنو هو دوره وعلى شنو احلف باش انت تجي تحاسبه. هذا حبيت مساهمة مني بسيطة باش نقول اللي كونه ما فماش داعي باش نشتموا بعضنا، احنا مجتمع نحبوه متوازن. وننتقل للمرحله الثانيه اللي هي ربما اصعب و
غير لائقة. استمعت أنا شخصيا في إذاعة وتألمت شديد الألم أنه نائب يشتم وزير في حكومة، هذه تابعة الأخلاقيات. شو اللي صاير توا في القنوات التلفزية وكذا، ناس تشتم في بعضها على المستوى السياسي خاصة، وكل واحد يقول هذا بعد هذه كلها حقبات ما بعد 14 جانفي. بعد 14 جانفي وقعت وضعيات غير عادية، تعدينا من وضع غير عادي، ووقعت أخطاء صحيح. إيش بي؟ إيه وقعت أخطاء. توا قاعدين كما يقولوا بالفرنسوية on lave notre linge sale، ما بيناتنا كل واحد سب توا لو يقولوا هاك العام قال لي فلان وعملت فلان وقلت له كذا وشريت نايم وعملت كذا. هذا كله المواطن التونسي راهو في غنى الصراع السياسي هذا اللي قاعدين نشاهده فيه، وربما فقد الأمل في الطبقة السياسية، قلناها في عديد المرات، لأنه مع الأسف دخلت طبقة سياسية ما عندهاش أخلاقيات السياسة. السياسة راهو عندها رجالها سياسيين فما موجودين في تونس، تو ما تروهمش على القنوات التلفزية، سياسيين الصحاح رزان واللي عندهم ما يقولوا يفهموا قانون اللعبة بتاع السياسة، ما كنتش قاعدين نشوفوا فيهم في القنوات التلفزية ولا في الإذاعات، وموجودين شدوا ديارهم وقاعدين يتفرجوا. هم عباد قاعدة تتراقص مع الأسف، ما عندها حتى زاد، ودخلنا في لا أخلاقيات السياسة. نحب نقول كلمة بكل مسؤولية وبكل صراحة، السياسة لو عندها أخلاق والسياسيين هم اللي يقودوا المجتمع التونسي وكل المجتمعات، والأخلاقيات السياسية السياسي إذا كان ما تكونش عنده أخلاق وما يفرضش على نفسه نمط متاع عيش، نظافة العقل، نظافة اليد، نظافة اللسان وحسن العلاقات وكلامه صريح، واللي يقوله هذاك هو اللي يخمم، مش يقول كلام هو يخمم العكس متاعه. هذوك راهم هم السياسيين اللي يعملوك، السياسي هو المسؤول. هذاك علاش نقوله ما عادش نقوله سياسي، نقوله رجل الدولة. رجل الدولة هو السياسي الحقيقي، ورجل الدولة يعني معناها يحترم مؤسسات الدولة ويحترم العلاقات ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب وما بين القضاء وما بين الإعلام، اللي هما هذم الأربعة اللي 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 عندهم القوى: الدولة، الحكومة، مجلس الشعب، الإعلام والقضاء. هذم ركائز الديمقراطية في العالم الكل، وهذوما كلهم الناس هذوما الكل اللي موجودين، اللي نائب اليوم واللي وزير اليوم واللي قاضي اليوم واللي راجل أعلام اليوم، عندهم مسؤولية. ما يعبثوش بالناس، ما يعبثوش مشاعر المواطن، ما يكذبوش عليه. راهو اللي يكذب يفيقوا بيهم بعد، قداش من سياسيين كذبوا بعد فيقوا بيهم، طلعوا. انتم من 14 جانفي اليوم قداش من ناشط سياسي أو زعيم سياسي طلع بعد ما هاش تسمعوا به؟ الخطر ما جابش أولا شيء جديد، ثم زايد على ما هو موجود، واستغل فرص هكا وعمل هكا وقابل فلان وعجبه وقال له انت غدا مش نسميك معتمد وانت غدا مش نسميك والي وانت غدا مش نسميك، بعد طلع حكايته فارغه. احنا عندنا مقوله يقول لك ما يقعد في الواد كان حجر راه. بالنسبه لنا احنا نحبوا رجال سياسه جدد تطلع للبلاد، شيء طبيعي.
نحبوا ناس جدد يطلعوا مبنيين، لكن نحبوهم يبداوا مبنيين على ثوابت صحيحة، على أخلاقيات المهنة السياسية. السياسة راه مش للي يجي نجم يعملها، مش كل واحد يقول لك نولي سياسي، نجمش من قبل 14 جانفي وما بعد 14 جانفي. ما اختلفناش، الشعب التونسي هو واحد، والمسؤولين السياسيين كيف مسؤول السياسي اليوم ولا مسؤول السياسي قبل 14 جانفي نفس الشيء، ما فماش اختلاف في المضمون. لكن كما قبل 14 جانفي وكما تو بعدنا، فما ناس تفهم السياسة، فما ناس تعطي قيمة للعمل السياسي بتاعها، فما ناس كيف تقول كلمة عندها لغة الصراحة وعندها كلام واضح، وفما ناس هكا يراوغوا ينجموا يوصلوا له. حتى قبل قليل من واحد وصل والباب فاقوا به اللي هو حكاية فارغة وجاء على برا، هذا ايش قاعد حاصل. لكن الشيء جديد هو أنه ما فماش احترام قانون اللعبة. أنا كي ندخلوا في صراع سياسي، واحد يربح وواحد يخسر، لكن يخسر يقول يكشف، قال شنو في الكوارت، قال نكشف في الكوارت، وقال لي أكل عام تو هذاش غادي نعيشين احنا نشوفه في القنوات عديد، أكل عام قال لي فلان هكا وعملت هكا وعملت هكا وشريت، راهو فضيحة معناها شيء يشمئز منه، وراهو العالم يتفرج علينا. انتم ما تصوروش يعني الشيء اللي قاعد يتقال ما بيننا احنا التوانسة مش قاعدين يسمعوا به البرة، قاعدين يسمعوا ويتبعوا. فما سفارات قاعدة تقيد، فما سفارات قاعدة تقول لك راهو المناخ السياسي هذا، والله العظيم هذه تونس هذه ما فهمتش، ساعة بلاد باهية ومتواضعة وعندها رأس المال متاعها باهي، وناس قارية وناس مثقفة وناس نجحت في الانتقال الديمقراطي على غرار دول أخرى اللي توا مازال في أزمة وفي حرب أهلية. نحن نجحنا يا أخي، هالنجاح هذا خلينا نستثمروه، خلينا نقصوا من الكلام ونخدموا، نقصوا من الدوة ومن الكلام في التلفز ونخدموا ونعطيه، وكل واحد يجيب من عنده بالسكات. راهم بعد نعرف شكون كل إنسان اللي 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 باش ينجح واللي عنده باش يجيب حاجة معروف، تو يفيقوا بيهم بعد شكون اللي خدم البلاد وشكون ما خدمش البلاد، هذا شيء ما معروف. فما عيون لا تنام في تونس، راه فما ناس قاعده ساهره على البلاد، هذا كانش تو البلاد واقفه الحمد لله، فما ناس مازلت لاهيه بهالبلاد هذه وتحرص وتحافظ على كيانها وتحافظ على توازنها. لكن الناس هذو ما تشوفوهمش يتراقصوا في التلفزيونات في البلاتوات. ف المواطن تونسي يكون متنبه، ولا نعم انا ساعه لساعه كل ما اسمعه اكبر حوار واحسن حوار نتمتع به، كيف نتصل بمواطنين سواء قاعد في قهوه ولا ناخذ تاكسي. انا شوفر تاكسي يعطيني البورصه نتاع البلاد خير من 1000 سياسي موجود في تونس، ويعرف اش فما واش ما فماش، ويطلعوا التاكسي يطلع بحذاه كل يوم 40 مواطن وكل واحد يحكي له حكايه. شوفر تاكسي، قهواجي، بوستاجي، هذوك الناس اللي عندهم البورصو تاع 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 الوضع تاع الشعب التونسي. وين احنا من هذا؟ فما ذكاء فطري عند المواطن التونسي لا يتواجد في شعوب اخرى، بصراحه نقولها مانيش ندمغج. المواطن التونسي ذكي ويعرف اش فما ويعرف الصاير، لكنه ما عندوش شو هو مواطن يقول لك انا نعرف شنو اللي واقع ومتالم الشيء اللي واقع، سواء قبل 14 جانفي ولا بعد 14 جانفي، راه انا متالم. لكن ان شاء الله يقول لك ان شاء الله البلاد تتحسن. وقت اللي كان مواطن ذاك اللي هو واعي تجي تقول له سيدي ايش انا هذيك، اي سيدي ها وين ماشيين احنا، او واش نحبوا نوصلوا، هذيك لازمها شجاعه، مسك الامور. ما حشتناش راهو بالسياسيين اللي قاعدين
يشبوا هذا من هذا، هذا من فيلق وهذا من فرق، وحزب ذايا وحزب جديد وحزب متاخر، والاخر كذا والاخر فسد البلاد والاخر بناه والاخر عمل، هذا الكل ما يقدمش بينا. هذاك علاش في اول حصه نتذكر في الحلقات هذه حول الديمقراطيه قلت المشكله في تونس مشكله سياسيه قبل ان تكون مشكله او معضله اقتصاديه او اجتماعيه. الموضوع موكول علينا، احنا مسؤولين عليه. والشعب التونسي في الحقيقه عنده نصيب من الخطا في المنظومه هذه، لانه ينقاد يسوقوه، واحد يقول له يمشي منا يمشي، والاخر يقول له يمشي منا يمشي. الحمد لله اللي فما استفاقه، فما ناس يقول لك لا توا يلزمنا نخدموا، فما ناس تخدم تعرفوهمش ما تشوفوهمش قاعدين يخدموا في الظروف هذه، يخلقوا في ثورات ويعاونوا في البلاد بسكت، ويحاولوا باش يستثمروا ويحاولوا باش يجلبوا مستثمرين ويحاولوا يجيبوا ناس وباش يدافعوا على البلاد في الداخل وفي الخارج. هذوك الناس اللي عندي انا وطنيين، بحيث النزعه الوطنيه في 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 تقديري اسمى بكثير من انتماء الى حزب او الى مجموعه او الى فضاء مجتمعي او الى غير ذلك. الوطنيه يا اخي يا اخواني لابد تكون هي الهاجس الاساسي لكل مواطن تونسي اذا كان نحب نحافظوا على بلادنا. وبلادنا راهي ما هياش في وضعيه سيئه، بلادنا راهي قادره للتحسن وقادره باش تمشي الى الامام، لكن يا اخي لابد ان تصفيه الحسابات اللي قاعدين نشوفوا فيها توا تبعد على الساحه الرأي العام التونسي، ما تشوش الرأي العام التونسي. المواطن التونسي راهو يعرف شنو اللي فما، وغدوه راهو مش تكتشفوا في الانتخابات القادمه شنو دور المواطن التونسي. المواطن التونسي راهو في الانتخابات القادمه مش يعطي كلمته، والساحه السياسيه ستكتشف في نهايه الامر ما هو الشعب التونسي. هذا 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 في الحقيقة ما أشعر به شخصيا، وهذا ما أتمناه لتونس، أن تتجاوز هالعقبة هذه. أنتوا شوفوا فرنسا، شوفوا أمريكا، شوفوا الدول الأخرى عديدة اللي واكبت انتخابات أخيرا، الناس اللي كانت داخل كلهم جاوا على برا. شكون كان يظن اللي ترامب باش يربح؟ شكون كان يظن اللي فيون رغم اللي عنده مشاكل باش ينجح في الانتخابات؟ لكن على كل حال فما افرازات، فما شيء المواطن التونسي كغيره من كل مواطنين العالم حاجته ببديل، وحاجته بانسان او مجموعه تطمنه على مستقبله ومستقبل اولاده، وحاجته بانسان او مجموعه مش توفر له الاستقرار في ذهنه باش هو يخمم. اليوم المواطن التونسي ما عندوش باش ما نجمش يخمم اذا كان غدوه ما يعرفش مستقبله وين. مش نحكي على الشباب فقط، ما يعرفش مستقبله فين. كيفاش تحبوا يقرا؟ كيفاش تحبوا يطالع؟ كيفاش تحبوا يمشي للسينما؟ كيفاش تحبوا يغذي اكل البراعم نتاعو الثقافيه، ولا يولد اختراعات ولا اكتشافات ولا افرازات ثقافيه يعني هامة جدا. يا أخي هذا هو الاضطراب أو الاكتئاب اللي يصير في مجتمعات اللي ما عندهاش، اللي ما زالت ما عرفتش وين مش تمشي. هذا هو في الحقيقة اللي حبيت نقوله في الحصة هذه، لأني مواطن عايش في مجتمع اللي الناس كل تتكلم في اللغة هذه تقول فيه، واللي الناس الكل متألمة، ولكن اللوم مش ما عند الناس اللي قاعدة تحكم فينا اليوم ولا قاعدة تصير في البلاد. اللوم زال علينا احنا، واللوم على المناخ هذا ساهم فيه، مساهمين فيه احنا.
الكل، بحيث تألمت على ما استمعت إليه حول الأطباء بصراحة، وتألمت كذلك على هذه العلاقة الغير لائقة والغير مسؤولة والغير مقبولة بين ممثل الشعب التونسي في البرلمان ووزير في السلطة التنفيذية لهالبلاد هذه. هذا اللي حبيت، اللي اعتبرته يعني ليني روج، يعني خطوط حمر ما يلزمناش نتجاوزوها إذا كان نحبوا ننجحوا، إذا كان نحب نواصلوا الانتقال الديمقراطي اللي كنا فرحنا به واللي نحبوه ينجح للمستقبل أولادنا وأولاد أولادنا. شكرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.